كيفكم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم بعد الفيديو رح نلعب لعبة بي كي اكس تي، واليوم اخيرا بالفيديو المنتظر اللي هو رح اشتري كل شيء تبع التحديث الجديد تبع بي كي اكس تي، لانه يا جماعة تبع التحديث اكيد رح يخلص قريبا، فقلت ليش لا ما اقصد يعني ليش لا ما تساوي فيديو ونشتري كل شيء، لانه رح يخلص التحديث وخلص رح يروح كل شيء ما فينا بعدين نشتري. فهلا مع انه ما عدنا مصاري وجواهر، ف why not buying all the items in the new update. So yeah, before we start اشتركوا بالقناة، كمان حطوا لايك، وكمان فوتوا عند الانستغرام بليز يا جماعة فولو. I follow back everybody that are following me. So بس يعني حطوا لي فولو بعدين انا I will follow you back. كمان يا جماعة حطوا الفولو على الانستغرام، الرابط بصندوق الوصف، كمان اشتركوا حطوا لايك. وهلا طبعا خلي انه نبلش. اول شي طبعا رح نروح هلا على رح نروح على سالون الحلاقة، لانه هو المكان اللي موجود فيه كل الشغلات الجديدة، فاكيد وين بدنا نروح؟ اكيد سالون الحلاقة. اوه فكرة ما جمعت المقصات تبع اليوم. اوه او ماي جاد، نو واي او تمام anyways رح ندخل هلا يا جماعة على ايش اسمه هذا. اوكي مرحبتين. اوه هلا كمان في زبون. اوكي هلا والله. اوكي سا هلا يا جماعة رح نجي هون. بسم الله، بليز يا رب يطلع لنا تسريحات كتير حلوة. anyways رح نشتري كل شي تبع هذا التحديث، لانه بقدر احتاج هدول بالتحديث القادم. اوكي سو رح اشتري يا جماعة كل شي حاليا، يعني تاع الاولاد والبنات وكل شي، لانه اقدر احتاجهم مرة بشي تحديد تعني why not I will like رح احتاجه. اها yeah so I have to buy it. yeah I have to buy it. yes okay. خليني اجمع هونك بس ثواني. الموبايل بيعلق، قولوا لي مين كمان زيي. على فكرة يا جماعة قولوا لي شي افكار تكون غريبة عجيبة حلوة، دي افكار بتجنن، ما في حدا سواها عرفتو. بدي اسوي شي فيديو كتير يعجبكم، شي فيديو اللي اتعب عليه وهذا التعب تبعي اللي يكون يستحق المشاهد، وبدي الكل يشوف فيديو يكون كتير حلو. بس عن جد ما بعرف شو بدي اسوي، بدي هيك شغلة اتعب فيها كتير وابذل فيها كل مجهودي عشان انكم تشوفوها. ما بعرف ليش بدي هيك اسوي، بس عن جد كمكافأة ل 100,000، لانه لحد الان لساتني ما مصدقة انه وصلنا ل 100,000. او ماي جاد، شكرا والحمد لله ما شاء الله وخلص. اوكي ما بعرف شو بدي اسوي بالضبط، كتير متوترة مبسوطة لساتني مستعطة. anyways مو راضي انت تشتريه. نت يا سكية يا خلاص واع كفي. يا بنت والله بيكفي، لا عن جد الحمد لله يا جماعة، كنت بظن انه خلاص علقت مدري. anyways رح نشتري. اوكي شريناها شكرا. اوكي رح نشتري كمان هاي. تاتايو دين نور النار بس تاتايو تايو نور لا اوكي خلاص عن جد بكفي. لا هيك لا، هلا زودتوها عن جد يا جماعة، هيك بكفي خلاص لك عن جد. خلاص
ما بعرف شو بدي اسوي. انيميز يا جماعه اعتقد انه هلا خلص اللعبه صارت شوي هيك يعني منيحه. هلا فينا يعني نشتري بكل راحه. عن جد يا جماعه ما بصدق انه مرت اكثر من 5 دقائق احنا بس لودن 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 شرينا بس شوي اشياء بس يلا عادي. لا تنسوا يا جماعه اللايك. اللي ما حط لايك رح اطلع له بالليل من التخت. ها وربي رح اجيكم من تحت التخت والكن. اوه ليش ما حطيتوا اشتراك ولايك؟ ها يلا بكره الصبح حطوا لايك ولا رح اجيكم مره تانية واكلكم. ها عن جد بمزح بس عن جد حطوا لايك. بدكم يجيكم هيك وحش بالليل؟ ها عن جد ما بتمسخر. ها ما عم بمزح حتى. يلا لايك ما بتخسروا شيء عن جد. انتو هلا بتشوفوا الفيديو بتشوفوا خلص بطريقكم حطوا لايك. على فكرة هذا بجي كتير كتير فاني. It's so funny. Anyways رحنا هذا كيوت. شوفوا يعني الشاي وكذا. Oh my god كيوت. سوري هاي كيوت. كيوت عن جد. هذا حلو. هذا عن جد كتير ظريف وهيك. عن جد كتير زاكي. اقصد لذيذ حلو. هذا رجع فكرة هي مو أكلة عشان إلا زاكية. عن جد ما بعرف شو فيني اليوم بس العادي سلكم. أوكي اللي تبع يا جماعة الفيديو وصل لهي اللقطة اكتب بالتعليقات إيموجي أخضر. يلا حطوا يا جماعة إيموجي قلب أخضر للناس اللي وصلت لهي اللقطة من الفيديو عشان أعرف مين بيتبع فيديوهاتي. كتير بتعب وأنا عم بحكي تخيلوا. وبعدين بالأخير يطلع بس شوية ناس بتتبع الفيديو الأخير. عن جد هيك لازم أصمت. هي بس أنا عم بحكي يعني ما عليكم من كل حكي على فكرة اللي هلا قاعد عم قوله. هذا كتير حلو. لكو هاد العجوز كتير كتير بيجنن. لكو هيك يا جماعة كيف هاد. جايز هذا هو. هذا حبيته. هذا رح يساعدني كتير بالقصة. شكرا بيكي اكس تي. عندي يا جماعة كتير وجوه كان بدي اياها. شكرا ان شاء الله. هاي تبعها. هذا مكياج كأنه هندي تقليدي عرفتوه. كمان حلو بنقدر نحتاج بشي قصة ما بعرف ليش لا. القناة لساتها مستمرة وافكار تجينا من عند المتابعين حلوين قصص. على فكرة يا جماعة رح اسوي تصويت بالمنتدى. اتمنى منكم تروحوا تصوتون. بدي اسوي قصة محتارة. هالقصة انه تبعي انا كيف تعرفت على ماي بيست فريند وصرنا هيك بيست فريند. هلا عم نلتقي ولا لا وكيف وكيف نتواصل وهل تخانقنا وكل شيء. رح امثلها على شكل قصة ونفس الاسماء نفس الشخصية. التقيت بها بالحقيقة يعني ماي فيرتيو. ولا بدكم انه اسوي لكم قصة انتو تكتبوا لي اياها. انتو تكتبوا لي هيك شخصية كيف شكله انا رح امثلها. بس انا يعني محتارة من شو بدي اسوي. في عندي كتير افكار بس ما بعرف شو بدي اسوي لانه كتير محتارة. وانيميز هاد الوجه كمان كتير كيوت. على فكرة ضايل بس شوية ورح نخلص اليوم. افلاس تايم. يي هاشتاج افلاس. يس اكزاكتلي سو يس رايت ناو وي ار جوينا باين ذس. Okay, buying all these that are right here. Anyways. يا ريت لو كنا بنقدر انه نختار كتير وجوه نختارهم كلهم at the same time. يعني هيك اذا بنقدر هيك نسوي select لهم كلهم ونسويهم خلص buy لهم كلهم at the same time نفس الوقت. هيك نسوي select لهم كلهم ونحذفهم او اقصد نشتريهم بنفس الوقت. واذا وكمان فكرة اذا بنقدر مثلا نبيع شي ثياب او نساوي تريد مع شخص او يعني مثلا هاي الثياب مثلا انا شريتها بالغلط بدي ارجع مصارية فبدنا هيك وخلاص بدي ارجع مصارية يا بنت. هذا كتير كيوت. هذا ستايل روك هيك. Oh my god cute. اوكي هلا ضايل بس هدول عرفتوا
اوه ماي جاد هذا كثير كيوت. اه جنني. اوه هذا بيتزا. اوه اي لاف بيتزا. حطيت انا بستوري تبع انستغرام مع بيتزا وقلت انه رح اطلب لكم كلكم بيتزا. اطلع الكل بيحب بيتزا مو بس انا. يس anyways رح نشتري كل شيء بعد رح نوصل. على فكرة انا شريت كل الملابس، هلا ضايل انا بس مكياج، هلا ضايل بس اثنين من المكياج. ما بعرف اذا هدول جداد بس عم حس انه كتير قدام. هذا بيشبه كتير لتشارلي شابلن، ما بعرف شو اسمه. anyways هيك وبس بس. يس اوه ياي. المهم يلا يا جماعه اشرينا كل شيء وليكو اخر شعر واخر وجه. على فكره هذا الوجه كتير كيوت ليكو. اوه كيوت. خلي اشوف نفسي بالمراية. انيز بس طبعا يا جماعه اتمنى عجبكم هذا الفيديو، عن جد كتير تعبت عشان النت وانه طلعني هذيك مره وبيعلق وانا لازم احكي كل الوقت، فبليز قدروا تعبي. شاركوا هذا الفيديو مع اصحابكم، قولوا لهم يحطوا لي لايك. يلا يلا لايك لايك لايك، ما رح تخسروا شيء عن جد. يا جماعه ثقوا بيني بس هاي المره، ثقوا فيني، ما رح يسوي لكم زر لايك شيء، يعني اكبسوا عليه بس تتفاعلون وتخلوني انبسط وبس. anyways بس احبكم كثير و I love you all و باي.